جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: ما حكم سماع الرجال لضرب الدف؟ الدف من اللهو، لهو ولا يجوز الاستماع إليه إلا ما جاء من ضربه، ضرب الدف على مناسبة الزواج للنساء، خاص بالنساء، أما الرجال فلا يستمعون له ولا يضربون الدفهم، هذا خاص بالنساء في ليلة الزواج في محيط النساء فقط. نعم.